ايه اللي بيحصل في الصحراء الغربيه وايه حكايه اضخم مشروع في تاريخ مصر واللي هيغير شكل الحياه والاقتصاد، وايه هو الكنز اللي في الصحراء والمليارات اللي بتتصرف ومحدش واخد باله منها. بانكير نبض البنوك. الدولة المصرية بتسابق الزمن علشان تعمر الصحراء الغربية وتطلع خيرها، وهيضيف حوالي 3 مليون فدان للرقعة الزراعية، وعلى أطراف المشروع هتقوم بلد تانية خالص من مدن وقرى ونجوع ومدن صناعية ضخمة هتشتغل مصانعها على المحاصيل. اللي بيحصل في الصحراء الغربية دلوقتي معجزة ومش واخدة حقها في الإعلام. انت حضرتك متخيل لما تضيف 3 مليون فدان زراعة لمشروع ما تعملش في تاريخ مصر من أيام الفراعنة؟ المشروع بيطلق عليه اسم منطقة الدلتا الجديدة، وهو مشروع ضمن المشروع القومي ممر التنمية، وفي مئات الآلاف من المهندسين والعمال والفنيين بيسبقوا الزمن وبيحفروا نهر صناعي عظيم، هو أطول نهر صناعي من نوعه في العالم. النهر ده بيتحفر من خلال مواسير عملاقة وخزانات ومحطات ضخ ورافع وتخزين وشبكة ري مهولة، وده علشان نحافظ على كل نقطة مية هتعدي في المواسير الضخمة، وأكثر من 22 ألف جهاز ري محوري جاري تصنيعه لاستخدامه في ري ملايين الأفدنة. وعلشان حضراتكم تتخيلوا حجم مساحة مشروع الدلتا الجديدة، احنا عندنا مساحة الدلتا القديمة حوالي 2.9 مليون فدان، بما فيها المدن، القرى، البيوت، الطرق، المدارس، الجامعات. احنا بنعمل قدها تقريبا كمان مرة دلتا جديدة في الصحراء الغربية بمساحة 2.8 مليون فدان مساحات زراعية فقط. الجميل بقى في مشروع الضخم ده ان كل المواد المستخدمة في المشروع صناعة مصرية، بداية من المواسير والمضخات والطلمبات واجهزة الري اللي لأول مرة ما تبقاش مستوردة، وصولا الى التقاوي والبذور والسماد. وعلشان نقرب لك الصورة، حجم الاعمال الهندسية اللي بتتنفذ في المشروع بتساوي 3 اضعاف اللي اتنفذت في السد العالي. المشروع بيتنفذ على مسار ممر التنمية، يعني بيمر عليه طريق القاهرة وبيخدم على قطار السريع علشان يسهل عمليات نقل المنتجات لكل المدن المصرية والموانئ البحرية للجزء اللي هيتم تصديره. المشروع معمول في الأساس لزراعات بعينها ومحاصيل استراتيجية زي القمح، الشعير، الذرة، عبد الشمس، الكتان، فول الصويا، فول السوداني، بنجر السكر وجميع أصناف الخضر والفاكهة، يعني هيكون عندنا فائض كبير لتصديره. بجانب الصناعات اللي هتقوم على المحاصيل دي من القمح هتتصنع المكرونة والمخبوزات والبسكوت وغيرها، وده غير صناعة الزيوت واللي مصر بتستورد احتياجاتها كلها من الخارج. طول عمرنا بنسمع عن الاكتفاء الذاتي من القمح، لكن فضل كلام ومش بيتنفذ، لكن دلوقتي حقيقة بتتنفذ على الأرض. ولو مش مصدقنا ارجع لصور المشروع وانت تعرف حجم الإنجاز اللي بيتم على الأرض. وكفاية نعرف ان الدلتا الجديدة هترفع انتاج مصر من القمح ل 14.2 مليون طن في عام 2025 مقارنة ب 9 مليون طن، يعني خلال سنتين يا مصريين هيكون عندنا شبه اكتفاء ذاتي من القمح، أهم سلعة عند المصريين. وبكده لأول مرة مصر بتصنع أكلها ومش هتبقى تحت رحمة الظروف الدولية، وكمان المشروع بيهدف لرفع إنتاج مصر من الذرة ل 10.4 مليون طن سنة 2025، وده مقارنة ب 7 مليون طن، وكمان رفع إنتاج مصر من السكر ل 4 مليون طن في 2025 مقارنة ب 2.4 مليون طن. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.